للحديث أكثر حول أداء الأسواق العالمية انضم إلي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيدة. أهلا وسهلا. نبدأ طبعا ببدء الفدرالي الأمريكي ببرنامجه لشراء سندات الشركات، تأثير ذلك على السوق الأمريكية، مؤشرات الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية كذلك. يعني انطلاق خطة الطوارئ التي يتبعها الفدرال الأمريكي بشراء 250 مليار، يعني هذا البرنامج ضخم نوعا ما، والذي سوف يستهدف فيه شراء سندات الشركات الكوربوريت بونز، وهذا يعتبر توسعة لبرامجه السابقة ويعتبر بحد ذاته توجه نحو ضخ كمية كبيرة من السيولة في الأسواق. سابقا برامج التسيير السابقة كانت عبارة عن إضافة أرصدة داخل البنوك، الآن العملية تمتد أكثر إلى شراء سندات الشركات بشكل مباشر وليس سندات أزينة ولا سند خزينة أو أذونات رهون عقارية. بالتالي هذا يعطي إشارة وتحفزت الأسواق بشكل كافي. نلاحظ الداو جونز كيف عاد للارتفاع مجددا ومعظم الأسهم، وضغط أكثر على الدولار الأمريكي بنتيجة أنه برامج تيسيرية سوف تخفض قيمة الدولار الأمريكي وقوته الشرائية. هذا الأمر يعتبر إلى أي مدى سيمتد هذا الأمر، وهل سوف يحقق التعافي والطفرة داخل الاقتصاد الأمريكي للخروج من الأزمة؟ حتى الآن كل الحلول التي قدمها الفدرال الأمريكي هي لعلاج الحالة المؤقتة السلبية بنتيجة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، ولكن الاقتصاد متضرر بشكل كبير ورأينا عديد من القطاعات تظهر بخلال بياناتها سلبية نوعا ما، وإن كانت العودة يحتاج إلى عودة أقل. متى ممكن نحصل على إشارات إيجابية إذا كان هذا البرنامج ماشي بالطريق الصحيح؟ يعني أولا أنه نحتاج إلى أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو على الأقل ربعين متتاليين، إضافة إلى عودة البطالة أو أرقامها إلى ما دون مستويات التسعة على أقل تقدير. نلاحظ بهذه الحالة إذن الأموال التي ضخها الفدرال الأمريكي تم استخدامها بتوظيف المزيد من العمالة. طيب رائد، الياباني البنك الياباني المركزي أيضا يعني تعهد بتريليون دولار لدعم الشركات المنكوبة، شفنا النيكي اليوم ارتفع ب5%، كيف يدعم هذا القرار أيضا السوق اليابانية والأسهم اليابانية؟ حقيقة هذا هو التصرف المنتظر من صناع السياسة النقدية أي البنوك المركزية حول العالم، وهو التوجه المباشر لشراء سندات الشركات المتعثرة حتى تقف حيلولة، لأنه ما يكون في انتقائية نوعا ما في انتقاء هذه الشركات، وخصوصا التوجه نحو الشركات التي تؤثر إلى لأعداد موظفينها أكبر نوعا ما حتى يتم انتشالها في الفترة الحالية، تحتاج إلى برامج حماية للرواتب والأجور نوعا ما، وهذه القروض الرخيصة ستساهم بشكل كبير على وجه التحديد في الأسواق اليابانية التي أعتقد هي متعثرة من ناحية الإنفاق الداخلي والاستهلاك المنخفض إجمالا، والأزمة زادت الأمور سوءا. بالتالي أعتقد حتى هذا البرنامج قد يتم توسيعه وتمديد مدته الزمنية. رأى شفنا ارتفاعات بأكثر من 2% في مؤشرات الأسهم الأوروبية، كان طبعا يعني التفاؤل أو قرارات البنوك المركزية انسحبت طبعا على هذه السوق، لكن كانت قطاعات السياحة والترفيه كانت تدعم هذه المؤشرات مع إعلان بعض البلدان الأوروبية عودة السياحة إليها. تعليقك أيضا على هذا؟ تماما، وأيضا بعض الأخبار الإيجابية، يعني الصين اليوم بدأت تظهر لنا بيانات أفضل من ناحية عدد الحالات الإضافية أو حالات الكورونا الجديدة المسجلة. أعتقد أوروبا تتنفس نوعا ما إمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية أو النيو نورمال أو الطبيعي الجديد، ممكن أنه بدأ يظهر آثاره الإيجابية نوعا ما في الفترة الحالية بالنسبة للمنطقة الأوروبية، ولكن قطاع السياحة يعني أعتقد يحتاج إلى كثير من الوقت. باختصار رائد، النفط اليوم أيضا أكثر من 1.5% ارتفاعات مع بالتزامن مع توقعات وكالة الطاقة الدولية، الإيجابية من البنوك المركزية والتحفيز الذي يتم إجراؤه وارتفاع أسهم الشركات إجمالا يحقق الوفرة التي تحتاجها لمزيد من الإنتاج وزيادة في الطلب. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. شكرا لك. شكرا لك.